بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة بموضوعية. أبرزت جائحة كورونا أهمية الدور الذي يجب أن تفعله الدول في تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية وعمليات القياس والمعايرة، حيث أنها تمس وبشكل مباشر وغير مباشر جوانب عديدة من الممارسات الدولية في التجارة البينية وكذلك الاستثمارات في القطاعات التجارية والصناعية المختلفة. استخدام المواصفات القياسية يعد في ظل هذه الجائحة أمرا بالغ الأهمية لضمان تلبية المنتجات والخدمات للمتطلبات المتفق عليها، كما أنها تعمل على التخفيف من الآثار السلبية للجائحة محليا وعالميا، وذلك باستيفاء متطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية للأجهزة والمنتجات. فكيف حافظت السعودية على مواصفات وجودة منتجاتها خلال هذه الأزمة؟ نحاور بموضوعية معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي. أهلا بك معنا دكتور، وشكرا على وجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا أخت ميساء، وسعيد جدا بالمشاركة. أهلا وسهلا. يعني إذا كانت الجودة والمواصفات للمنتجات هي متطلب بالغ الأهمية في الأيام العادية، فكيف إذا كانت في ظل جائحة مثل جائحة كورونا؟ الهيئة اتجهت مثل العديد من الجهات الحكومية لإطلاق عدة مبادرات دكتور سعد للحفاظ على جودة المنتجات للمستهلك. خليني أبدأ كافتتاحية بأبرز هذه المنتجات، وإلى أي مدى كانت هناك سهولة بتطبيقها خلال جائحة كورونا عليكم؟ في الحقيقة جائحة كورونا هي أظن جائحة أصابت جميع العالم، ويمكن هذه خصوصية هذه الجائحة. في السابق الجوائح كانت تصيب دولة أو قارة معينة، لكن الآن هذه الجائحة أصابت جميع دول العالم وتأثرت بها جميع دول العالم. والمملكة العربية السعودية حرصت قيادة خادم الحرمين الشريفين دائما بتوجيه جميع القطاعات الحكومية على دعم القطاع الخاص في مواجهة هذه الجائحة وبما يحقق سلامة المستهلك والمواطن والمقيم على أرض المملكة العربية السعودية. الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أطلقت عدة مبادرات خلال هذه الجائحة لدعم القطاع الخاص في مواجهة آثار هذه الجائحة. يمكن أولى هذه المبادرات تمديد صلاحيات جميع شهادات المطابقة التي تنتهي خلال شهر مايو وأبريل ومي، اللي هي كانت بالنسبة لنا في المملكة ذروة الجائحة. أيضا مددنا فترات صلاحية الاختبارات التي تعمل المنتجات، أي منتج حاصل على الاختبار ومن مختبر معتمد من خارج أو داخل المملكة مددنا صلاحية هذه الشهادة. أيضا من مبادراتنا خفضنا تكاليف شهادة مطابقة الإرساليات، أي إرسالية ترسل للمملكة العربية السعودية هنالك إجراء وإصدار لشهادة المطابقة، فراجعنا التكلفة. وأيضا خففنا على المستوردين في تكاليف هذه إصدار هذه الشهادة. من الأشياء التي أتحناها أيضا أتحنا بعض المواصفات القياسية المهمة خاصة الدولية التي يحتاجها القطاع الخاص والعام، وأيضا القطاع الثالث أتحناها مجانا، وتواصلنا مع المنظمات العالمية المصدرة لهذه المواصفات حتى نوحد مواقفنا في توفير هذه المواصفات وبسرعة للقطاع الصناعي. من الأشياء أيضا المهمة كانت لدعم القطاع الخاص هي إجراء عمليات التدقيق لعلامة الجودة عن بعد واستثمار التقنية واستكمال الإجراءات بعد زوال العوائق التي تمنع من الزيارة للمواقع. هذه المبادرات هي يعني بالتأكيد لها أثر مالي، استفاد منها أكثر من 65,000 مستفيد، وأيضا كان لها أثر مالي يعني تخفيف التكلفة المالية على القطاع الخاص، واستطعنا بحمد الله أن ندعم قطاعنا الخاص في مواجهة هذه الجائحة. نعم، قد ايه انخفضت التكاليف دكتور سعد، بما انك عم تتحدث ايضا عن يعني الارساليه وبعض الخطوات، ايضا شهادات المطابقه الى اي فتره تم تمديدها بالنسبه للشركات والمنشات؟
طبعا كان التحدي الأكبر كان خلال فترة الذروة اللي هي مثل ما ذكرت شهر مارس وأبريل ومايو. فخلال الفترة هذه لأنه كان يصعب إصدار شهادات المطابقة، فأي منتج كان حاصل على شهادة مطابقة أوتوماتيكيا مددنا شهادة المطابقة للفترة هذه. بالنسبة للتكاليف تقريبا يعني طبعا تكاليف في نوعين، في تخففنا التكاليف على نفس القطاع الخاص التي يدفعها للجهات الأخرى، يعني مثلا فترة الاختبار كانت سنة صارت 3 سنوات، فبدل ما القطاع الخاص يدفع الاختبار كل سنة فخفضناها تقريبا إلى 30%، لكن هذه التكاليف تذهب للمختبرات الخاصة المنتشرة داخل وخارج المملكة. أما التكاليف بالنسبة للخدمات التي تقدمها الهيئة بشكل مباشر يعني تخفضت بأكثر، يعني قيمة أكثر من 20 مليون ريال. نعم. طيب أيضا مع نهاية 2019 شفنا أنه اعتمدتوا 34 لائحة فنية دكتور سعد بالمنهجية يعني اللي عم تتبعها الهيئة اليوم، كيف ممكن نقيمها؟ ولما بنتحدث عن يعني معايير فنية ما الذي يقصد به اليوم؟ هل هي جنبا إلى جنب مع جودة المنتج أم هي معايير مختلفة؟ يمكن استثمر الفرصة للتعريف في معنى اللائحة الفنية. ما هي اللائحة الفنية؟ اللائحة الفنية هي عبارة عن لائحة وثيقة فنية تحدد الأطر النظامية الفنية لتطبيق معايير محددة لفئة من المنتجات. أضرب مثال، مثلا منتجات الغاز، نتكلم عن فرن الغاز، اسطوانة الغاز، صمام اللي وهكذا، كل هذه منظومة متكاملة. فكل هالمنتجات هذه أصدرنا لها لائحة فنية لأن هذه المنتجات عالية الخطورة، فاللائحة الفنية تحدد مستوى المطابقة المطلوب لهذه المنتجات من المستوى الأول إلى المستوى الأعلى اللي هو المستوى الخامس. فأصدرنا لائحة فنية مثلا لمنتجات الغاز وألزمنا بعلامة الجودة على هذه المنتجات، وهكذا طبعا أخذنا فئات منتجات أخرى في التشييد والبناء، في النسيج، في الدهانات، في الحديد وغيرها، أصدرنا 34 لائحة فنية. يمكن في الحقيقة احنا أطلقنا مع برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030 أطلقنا مبادرة لاسمها مبادرة سلامة المنتجات. هدفها المبادرة هو الارتقاء بسلامة المنتجات المعروضة في السوق السعودي. فراجعنا المنهجية التي كنا نراقب فيها على المنتجات، وجدنا واستفدنا في الحقيقة من التجارب العالمية في هذا المجال، فبدأنا نركز على المخاطر، ولذلك أصبحنا نأخذ المنتجات فئة فئة وعلى حسب خطورة هذه الفئة نتعاطى معها في قضية المتطلبات الفنية للتحقق من مطابقة هذه المنتجات، ووصلنا إلى أكثر من 34 لائحة فنية. اللوائح الفنية طبعا احنا لما نصدرها حريصين جدا على أن يكون شريكنا القطاع الخاص على اطلاع بهذه اللائحة، لذلك من فترة إعداد اللائحة وتصورها ومشروع اللائحة نعقد ورش العمل مع القطاع الخاص المعني بهالفئة من المنتجات، ونبدأ مع القطاع الخاص في يعني مراجعة المعايير الفنية التي تشملها اللائحة، ثم بعد ذلك تعرض هذه اللائحة على لجنة توجيهية المطابقة، هذه لجنة وطنية من الجهات الحكومية ذات العلاقة وأيضا ممثلين عن القطاع الخاص لإقرار مسودة اللائحة، ثم استكمال الإجراءات النظامية لاعتماد اللائحة مجلس إدارة الهيئة. طيب كان في تحديات دكتور يعني تلقيتموها من القطاع الخاص بتطبيق هذه اللائحة اللي هي عبارة عن 34 لائحة فنية سعودية، يعني كيف كان تجاوب القطاع الخاص معكم مع إعلانها؟ والله في الحقيقة القطاع الخاص في كل فئة يعني يشارك بفعالية، وهذا في الحقيقة اللي ساعدنا على تحسين فعالية تطبيق المواصفات السعودية. دائما في طبعا المشاركة هذه تتم من خلال مثل ما ذكرت ورش العمل، هذه أحد القنوات. أيضا نطلب مرئيات العموم، فبالتالي احنا نرسل لجميع الجهات في القطاع الخاص، سواء يعني ننشر اللائحة، مسودة اللائحة، وأيضا نعلنها في من خلال منصة منظمة التجارة العالمية، نطلب أي مرئيات أو ملاحظات على هذه اللائحة، ونستفيد في الحقيقة من هذه الملاحظات لتصويب اللائحة وتطويرها بشكل أفضل، ثم بعد ذلك تأخذ مسارها للاعتماد مجلس الإدارة والنشر حتى تصبح إلزامية حسب تنظيم هيئة المواصفات. نعم.
مطابقة المنتجات المعروضة بالأسواق السعودية دكتور يعني وتطابقها مع المواصفات القياسية هي أيضا من المهام اللي عم تعملوا عليها خلال هذه المرحلة. ما الذي تحقق ب 2019 وإلى أي مدى تأثرت يمكن يعني مطابقة المنتجات بجائحة كورونا؟ وهل في أرقام مرصودة حتى نهاية 2020 من هذه المواصفات؟ طبعا اللوائح الفنية وتطبيق اللوائح الفنية بالتأكيد هو يؤثر على مطابقة المنتجات المعروضة في السوق والتحقق من مطابقة المنتجات المعروضة في السوق للمواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية. احنا في الحقيقة للتحقق من ايضا راجعنا اجراءات التحقق من المطابقة واطلقنا منظومة إلكترونية لتسجيل جميع المنتجات التي تدخل السوق السعودي من خلال منصة إلكترونية اسمها منصة سابر. تسجل يعني القطاع الخاص يسجل هذه المنتجات ويستكمل إجراءات إصدار شهادات المطابقة لهذه المنتجات تمهيدا لدخولها للمملكة العربية السعودية عبر المنافذ أو من خلال المصانع الوطنية ووضعها في السوق السعودي. المنصة الحمد لله يعني أصبح الآن اليوم أصبحت يعني معروفة لدى جميع التجار والمستوردين وأيضا المصنعين، أكثر من مليون ومائة ألف منتج مسجل في المنصة، أكثر من 325 ألف شهادة مطابقة إرسالية أصدرت من خلال المنصة، هنالك أكثر من 56 جهة مطابقة تساعد في مراجعة الوثائق وتتحقق من مطابقة السلع وتصل لها شهادات مطابقة. الهدف من هذه المنصة هو تذليل الإجراءات على التجار والمستوردين للسلع التي تدخل عبر المنافذ، فتكون جميع الإجراءات مستكملة. وايضا ارتبطنا مؤخرا قبل يعني في شهر ذي القعده الماضي نهايه شهر ذي القعده مع منصه سابر اللي هي تشرف عليها هيئه الجمارك السعوديه والتي يتم من خلالها الفسح. ففي الحقيقه يستفيد التاجر اول شيء من تسجيل منتجه، فسرعه الاجراء في فسح المنتج ودخوله للسوق، وهذا بالتاكيد يخفض من التكلفه على التاجر. الان هذه الاجراءات وهذه المنظومه وايضا اللوائح في الاخير نستطيع قياس اثرها من خلال مؤشر سميناه مؤشر مطابقه السلع. من خلال هذا المؤشر الهيئة تذهب للسوق كمستهلك بقبعة المستهلك وتشتري مجموعة من السلع، كوننا سلة من السلع التي المهمة للمستهلك في السوق السعودي، ونشتري هذه السلع كمستهلكين لا نذهب كجهة رقابية. نعم. ثم نختبر هذه السلع ونتأكد من مطابقتها ونصدر مؤشر المطابقة. فباختصار إذا كانت الإجراءات اللوائح التي أصدرناها وتطبيقها فاعل سيتحسن هذا المؤشر. وبدأنا قياس هذا المؤشر من نهاية عام 2016 ميلادية، ويرفع هذا المؤشر ويتابع من خلال مركز أداء الحكومي. المؤشر الحمد لله حقق طبعا عند المستهدفات أنه يكون هنالك نمو بنسبة مطابقة السلع وتحسن. فبدأنا ب 57% وحققنا العام الماضي أكثر من 73%، وإن شاء الله مستهدفين نهاية هذا العام 80%. فيكون هنالك نضج في تطبيق المواصفات. لما نقول 80% معناها 80% من السلع أو السلة التي اشتريناها مطابقة للمواصفات، بعضها قد يكون عليها ملاحظات شكلية وبعضها لا ملاحظة جوهرية. فطبعا نتخذ الإجراءات النظامية حول جميع السلع الغير مطابقة. سنتوقف مع فاصل دكتور سعد، اسمح لنا يعني سنتحدث قد ايه كان في مخالفات ايضا ربما بتطبيق هذه المواصفات، وايضا سنتحدث عن التراخيص لعلامة الجودة والمنشآت التي حصلت عليها بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نحاور بموضوعية اليوم معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي. أحييك من جديد دكتور سعد. كنا عم نتحدث قبل الفاصل يعني عن مستهدفاتكم، يمكن بعد اكتمال الربط بين منصة سابر الإلكترونية ومنصة فسح عم تستهدفوا 80% بمعدلات النمو للمطابقة للمنتجات، لكن قد ايه رصدتم مخالفات خلال هذه المرحلة
بالنسبة للمنتجات المقدمة بالسوق؟ في الحقيقة أي شيء عكس المؤشر عكس النسب المطابقة، يعني إذا حققنا مثلا 73% نهاية 2019 فنتكلم عن 27%، هذه سلع غير مطابقة، فبالتالي نأخذ الإجراءات النظامية فيها بتعاون مع شركائنا أو وزارة التجارة المسؤولة عن مراقبة الأسواق، ثم نبدأ بمتابعة هذه السلع ومصادرها، سواء كانت داخلية سواء كانت خارجية، وتتخذ جميع الإجراءات النظامية بحق هذه السلع والمسؤولين عن وضع هذه السلع في الأسواق السعودية. التكامل أو الترابط بين منصة سابر ومنصة فسح في الحقيقة حققت التزام أكبر في تطبيق المواصفة والتحقق من الوثائق الصحيحة والإجراءات الصحيحة لمطابقة السلعة والاختبارات الصحيحة لمطابقة السلعة للمواصفة القياسية أو اللائحة الفنية السعودية. مستمرين في هذه الرحلة، هي رحلة طويلة وطموحنا فيها كبير، وبالنسبة لنا سلامة المستهلك هي الأولوية الكبرى في جميع الإجراءات إجراءات المطابقة وأيضا تطويرنا للوائح الفنية، وبإذن الله تعالى يعني بعزائم الزملاء والزميلات وأيضا الشركاء في القطاعات الأخرى وأيضا المستهلك السعودي الذي هو العين الفاحصة في السوق، إن شاء الله نحقق أهدافنا بإذن الله تعالى. طيب أنتقل للجودة، لأنه أيضا ترخيص علامة الجودة هو يمنح من هيئة المواصفات دكتور، يعني خلال هذه المرحلة قد ايه عدد الرخص التي تم تقديمها، وما هي يمكن المنشآت التي استطاعت أن تحصل على ترخيص الجودة؟ علامة الجودة السعودية مثلا يمكن ذكرت في البداية أنه مستوى المطابقة، طبعا وهذه الممارسة العالمية، يبدأ من المستوى الأول إلى المستوى الخامس. المستوى الخامس هذا يعني المنتجات الأكثر خطورة، فهي تتطلب متطلبات وتشدد أكبر في التحقق من المطابقة. علامة الجودة هي المستوى الخامس، فعلامة الجودة السعودية هي المستوى الخامس والأعلى من مطابقة السلع. عندنا اليوم أكثر من 24,000 منتج حاصل على علامة الجودة السعودية، أكثر من 700,000 ترخيص بعلامة الجودة السعودية. الحمد لله صار في نمو، صار في وعي. أيضا نتيح لشريكنا الرئيسي اللي هو المستهلك قدرة أو أداة فاعلة للتحقق من تحقيق المنتج لعلامة الجودة السعودية من خلال تطبيق إلكتروني موجود ويستطيع تحميله الجميع على الجوال اسمه تأكد، بحيث أن المستهلك إذا رأى منتج حاصل على علامة الجودة ويريد أن يتأكد أنه فعلا حاصل على علامة الجودة، مجرد ما يمرر الشاشة على الباركود الموجود على المنتج والنظام بشكل آلي يعني يشعر المستفيد أو المستهلك أنه نعم هذا المنتج حاصل على علامة الجودة، وأيضا يوضح أهم معالم هذا المنتج إذا كان في سعة، إذا كان فيه ماركة معينة لهذا المنتج وهكذا. نعم، منح العلامة هي للمنتجات الوطنية فقط أو لجميع المنتجات دكتور عم تمنح الآن؟ لا، هي العلامة تستهدف نوع منتج معين، سواء كان مصدر وطني سواء كان مصدر خارجي، لكن بفضل الله يعني يمكن 50% من المنتجات الحاصلة على علامة الجودة السعودية هي منتجات وطنية، وهذا في الحقيقة مصدر فخر واعتزاز لنا أنه منتجاتنا الوطنية ذات جودة عالية، وهذا في الحقيقة يعزز من منافستها سواء كانت في السوق السعودي أو في الأسواق الإقليمية أو العالمية. طيب في منتجات معينة يستوجب عليها أو يتم إلزامها الآن بالحصول على علامة الجودة دكتور، يعني حرصا منكم على سلامة منتجات معينة؟ يعني إحنا شفنا بأزمة كورونا مثلا موضوع الكمامات، موضوع الأجهزة التنفسية، هل كانت هذه من الأمور التي يجب الحصول عليها على علامة الجودة خلال هذه المرحلة؟ نعم، هنالك إلزام في الحصول على علامة الجودة في فئات من المنتجات، مثلا التوصيلات الكهربائية، الأفياش الكهربائية، الحديد التسليح،
الحديد الصاج و يعني فئات كثيرة من المنتجات. اختيار هذه الفئة يعتمد على درجة المخاطر مرة أخرى لهذا المنتج، يعني درجة خطورة هذا المنتج ووضعه في السوق السعودي. الحمد لله طبعا في جائحة كورونا كان فيه تكامل مع ايضا شركائنا في بيت المواصفات والمقاييس الثاني في المملكة العربية السعودية اللي هي الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفيما يخص الأجهزة الطبية وأيضا ومتطلباتها والتدقيق على متطلبات وضع الأجهزة الطبية في السوق السعودي أو أيضا الكمامات الطبية وغيرها من المنتجات المعقمات وغيرها. احنا طبعا الكمامات نوعين، في نوع الاستخدام الطبي هذا تحت اشراف شركائنا في هيئة الغذاء والدواء، والكمامات الاستخدامات المنزلية وغيرها غير الاستخدامات الطبية، هذه من اختصاصات هيئة المواصفات، وتتكامل جهودنا جميعا في وضع المعايير للتحقق من فعلا جودة هذه المنتجات ومطابقتها للمواصفة القياسية السعودية. نعم، لما نتحدث عن منشآت كبيرة دكتور أكيد يمكن لديها القدرة الأكبر حيال عملية الالتزام بهذه المواصفات، لكن أيضا الدعم تلمس اليوم التزام من قبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هل المعايير عم بتكون صعبة عليهم ربما لتطبيق ما تقدمونه لكم من يقدمونه لكم من مطابقة للمواصفات وجودتها بالأسواق؟ والله طبعا المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي عمود أو مكون رئيسي لأي منظومة اقتصادية في جميع أنحاء العالم، فبالتالي احنا في الحقيقة نتشارك مع زملائنا في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأيضا مع منشآتنا الوطنية الصغيرة والمتوسطة في يعني أولا دعوتهم للمشاركة في صياغة المواصفات السعودية وما هي المواصفات التي سيتم تبنيها وإصدارها واعتمادها، فيتم ذلك من خلال احنا عندنا اكثر من 30 ألف مواصفة قياسية سعودية، فمؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة تشارك في اكثر من 130 فريق فني، عفوا اكثر من 130 منشأة صغيرة ومتوسطة تشارك بالفرق الفنية لدى هيئة المواصفات. ايضا هنالك تفاعل مع يعني في بنينا قناة اتصال من خلال إدارة خاصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتم من خلالها تقديم الدعم وأول شيء تعريف المواصفة، ما هي المواصفة، ما هي كيف يتم قراءتها، ما هي المواصفة المناسبة، وأيضا تقديم الدعم في كيف تحقق هذه المنشآت متطلبات الجودة، سواء من خلال نظم تطبيق نظم إدارة الجودة أو من خلال أدلة الجودة، وأيضا إذا كانت منشآت صناعية كيف يتم تحقيق متطلبات الجودة على خطوط الإنتاج. فبنينا هذه الإدارة والحمد لله بدأت الإدارة تنطلق في خدماتها، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نتوسع. أظن الاهتمام بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة هذا يعني مطلب وطني، وإحنا نتكامل مع منشآتنا الصغيرة والمتوسطة لتحقيق هذا المطلب وأيضا تفعيل مشاركتهم في النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية. طيب أخيرا دكتور وسريعا لأنه انتهى وقتنا تقريبا، يعني إحنا عم نشوف الاستثمار من قبل القطاع الخاص بتقويم المطابقة، قديش عم بتقيموا عملية الدخول من قبل القطاع الخاص لهذا المجال، وهل ما زال في عزوف برأيك عن الدخول فيه؟ والله طبعا خدمات تقويم المطابقة اللي هي ثلاث خدمات أساسية، خدمات التفتيش وخدمات الاختبار وخدمات منح الشهادات، يمكن لو نركز بشكل أكبر على خدمات الاختبار اللي هي المختبرات الخاصة، احنا في الحقيقة نؤمن بالهيئة أن مختبراتنا الخاصة القطاع الخاص مكون رئيسي في بناء المنظومة الوطنية للجودة والمنظومة الوطنية للفحص والاختبار. لذلك اليوم طبعا في ايضا بالتعاون مع المركز السعودي للاعتماد اللي هو كان اللجنه السعوديه للاعتماد تحت مظله هيئه المواصفات، تم اعتماد اكثر من 100 مختبر وطني، وايضا نشترط اي مختبر يقدم خدماته للاختبار
للسلع المصدر للمملكة أن يكون معتمد من جهة الاعتماد في بلد المنشأ وبلد التصدير. أيضا بدأنا نحس الآن مع وجود الطلب في كود البناء وغيره في توجه نحو خدمات تكون مطابقة في نشاط التفتيش، وبدأ شوية يكون هنالك نمو. هذا في الحقيقة صناعة خدمات التفتيش، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نحقق فيها النمو المستهدف في المملكة العربية السعودية. نشكرك دكتور سعد بن عثمان القصبي، وأنت محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، على كل هذه التفاصيل نشكر وجودك معنا بموضوعية. شكرا جزيلا أخت ميساء، وسعيد بتواجدي معكم. شكرا. كان هذا حوارنا إذن حول جودة ومواصفات المنتجات السعودية في أزمة كورونا. لقاؤنا يتجدد بكم مشاهدينا، ولقاء جديد بالأسبوع المقبل. إلى اللقاء.